كنت صغير كان عندك هذا مرة حلو السؤال، جاء في بالي نفس الفكرة انه كيف احنا فيرست جينيريشن، كلنا في اهالينا احنا الوحيدين اللي طلعنا كذا دخلنا في المجال هذا، صح يعني صح. يمكن ما حد اثر فينا، يمكن ما كان في احد كذا من اقاربنا المباشرين مثلا كان صح. كان له علاقة بالمجال، فكل احد فينا كذا دخل كذا جرب نفسه جرب اموره. سؤال عميق ترى على فكره. ما نلعب احنا هنا في بيتنا، ترى اجيبكم اسئله عميقه. اي واضح والله عميق لهالدرجه. اي والله جلست افكر كيف فعلا، كيف انت كيف بدت معك؟ طيب انا اللي اعرفه حتى لما كبرت وبدات دخلت الجامعه، اعتقد ان انت جلست تدرس محاسبه لمده 8 سنين. صحيح. وكنت تشتغل ايام مسرح او تشارك في اعمال مسرحيه؟ كنت. هو اللي خلاني اطول اصلا في الجامعه واتاخر اني يعني كان اغلب وقتي كنت متكي في النادي حق المسرح، يعني ما كنت احضر ما كان يدرس يعني، بس ان الحمد لله ان يعني كان دائما اقول هالقصه هذه، كان عميد شؤون الطلاب الله يوجه له كل خير الدكتور عبد الله مهرجي ذيك الايام، كان مره مؤمن انه انت موهوب شد حيلك، وكان يساعدني حتى مثلا لان على الورق في كثير، يعني على الورق كان المفروض انه يكون مفصول، بس هو كان مصر أنا أكمل يعني دراسة. بس يعني في الأخير أتخيل كل أحد لحق حلمه، يعني لحق الشيء اللي هو يبغاه، يعني وهذا شيء حلو. هل تحس أن أثناء دراستك، معليش على السؤال يعني هذا أنا فعلاً ما أعرفه عنك وجاني فضول، هل تحس أن أنت لما درست 8 سنين من عمرك تخصص أنت ما كنت تبيه، تحس أنه مضيعت وقت ولا كان؟ يعني أقول دائماً أنا لو أني في شيء كذا مثلاً، الحمد لله مو ندمان على اي شيء، يعني كل الاشياء هذه، كل التجارب كذا بشكلها ايا كانت، كيف شكلها، نوع الطريق كذا اللي مشيت فيه، اقول الحمد لله انه في الاخير كذا وصلت كذا لمكان الحمد لله، يعني يا رب لك الحمد كذا راضي عنه.